يا صباح الورد والياسمين على عيون حضراتكم، صباح الخير وبشاير الخير. النهارده ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي هيحضر افتتاح عدد من مشروعات تنميه محور قناه السويس في اسماعيليه، واحنا بالمشروعات دي بنقدر نقول لبعض ان احنا فعلا قدرنا بصبرنا وتعبنا كتير جدا. في 2017 كان عندنا مشاكل اقتصاديه كتير، استحملنا كتير قوي في السنين اللي فاتت، وقفنا جنب دولتنا وحطينا ايدينا في ايد بعض. يمكن دي من اهم الاسباب اللي نجتنا دونا عن دول كتير قوي حوالينا، دول كبيره، ان احنا نقدر نصمد. من 2011 ما حدش قدر يدخل يفتت المجتمع او التكوين المصري. احنا دايما بنأكد، ودايما الرسائل اللي احنا بنحاول نوصلها دايما من صباح قلنا ان وعي المصريين بأهمية التلاحم والتراحم بيننا باختلاف طبقاتنا باختلاف دياناتنا هو اهم سبب وعمود نجاح الدولة المصرية. فخلوني اصبح عليكم تاني واقول لكم صباح الخير وبشاير الخير، والمشروعات اللي جاية و2018 بتهل بخيرها يا محمد. يا رب صباح الفل. صباح الفل عليك يا اسماء، صباح الخير والامل والانتاج والعمل. 2017 بتودعنا بافتتاحات مشروعات جديدة، ان شاء الله كمان نستقبل 2018 بمشروعات كتيرة كمان الشارع المصري مستنيها. بتفصلنا ساعات قليلة، يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات قليلة جدا هيكون في محافظة الإسماعيلية، وهيكون في تغطية خاصة جدا على شاشة اون لايف لهذه الزيارة. الإسماعيلية تحديدا هي قلب محور تنمية قناة السويس، يعني المحافظة دي او مدن القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، الإسماعيلية هي القلب من المشروع القومي الأهم، محور تنمية قناة السويس. الرئيس السيسي النهاردة هيشهد افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي، هيشهد كمان تدشين مجموعة من الكباري العائمة، مهمة جدا الكباري العائمة دي، وهيبقى فيه اتنين كوبري، كوبري باسم الشهيد أحمد منسي وكوبري باسم الشهيد أبانوب صابر. جميل ان احنا نطلق اسماء شهدائنا على المعديات، هم بيسموها هناك المعدية او الكوبري العائم ده، عشان اي حد راكب العربية ومعدي الناحية التانية ونفهم، ودايما الاسامي دي تفضل موجوده في ذاكرتنا. كمان هيبقى في مشروع ثالث او تفقد لسياده الرئيس للشرايين اللي موجوده تحت قناه السويس والمراحل النهائيه اللي بتوصلنا يا اسماء بتربط بينا بالظبط، احنا من بيننا زمان وبين سينا. من زمان دايما بنتكلم في النقطه دي، ليه سينا حتى الان في كل عهد من عهود الرؤساء السابقين ما شملتش تنميه فيها بشكل كبير؟ كان دايما الاجابه انه ما فيش شرايين بتوصلنا بيها. الربط بيننا وبين سينا كمان مهم جدا. صحيح. محمد، احنا لاحظنا في الفتره اللي فاتت كمان مكافحه الارهاب والخطه المصريه كمان في مكافحه الارهاب ما كانتش زي ما الناس تخيلت، او ناس كتير اتفضلت يعني بافكارها العظيمه بان احنا نهجر. صحيح. اهل سينا من بلدهم، وان احنا نعمل ننظف الارض ونكتسحها ونعمل تمشيط ونشيل الارهاب منها وبعدين نعمل اعمار وتنميه. ده كان تفكير. صحيح. خاطئ حتى. صحيح. من اهل سينا ونفسهم. صحيح. رفضوا الفكره تماما، ان هم كانوا شايفين ان دي اللي هتبقى السبب في. صحيح. تنامي الارهاب. صحيح. لكن حقيقي مواجهه الارهاب في سينا كان بالتنميه اول سلاح لمواجهه. صح. الارهاب الى جانب البندقيه والسلاح، سلاح التعمير. تنمية. ازرعوا سينا بالمشروعات، اخلقوا فرص عمل لشبابنا هناك، خلوا اهلنا في سينا يشعروا كده ان الارض دي تخصهم. صح. بتاعتهم، وده التوجه اللي بيقوم بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه لا، مواطن اللي موجود في اي مدينه في اي قريه من قرى سينا هي مدينه تخصه والارض دي تخصه. صح. وانه يشتغل ويبقى في ملكيه كمان للارض. وينتج ومشروعات كتير. فزي ما انت قلتي في بدايه الحلقه، ان شاء الله 2018 بشاير الخير وخير. والله يا رب بشاير الخير على مصر والمصريين، احنا نستاهل. تعبنا كتير. صحيح. وصبرنا كتير. صحيح. نستاهل ان ربنا يكرمنا باذن الله سنه جني الثمار باذن الله. ان شاء الله. طيب تعال ندخل بقى فقرات صباح اون. النهارده عندنا فقرات. صحيح. متنوعه، وعندنا حاجه جديده النهارده. هتكون معانا الاستاذه مها سالم. طبعا. المتحدث الرسمي باسم وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج، هتكون معانا هنناقش معاها مشروعات تنميه محور قناه السويس. كمان معانا فقره مع الاستاذه داليا زياده، هنتكلم فيها عن تقرير مجلس النواب. عن حقوق الانسان. التقرير ده ومعانا ايه تاني محمد؟ التقرير ده مهم جدا. استاذ سحر شعبان كمان. كوني سحر كوني الاقوى، تجربه مهمه جدا لرفع الوعي بسرطان الثدي وازاي نواجهه بشكل كبير. الفقره الثانيه مهمه جدا، هي فقره تقرير خرج عن وزارة شؤون مجلس النواب
عن حقوق الإنسان في مصر، وشفنا مؤتمر صحفي محترم جدا في الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة دكتور ضياء رشوان، كان موجود المستشار عمرو مروان وزير مجلس شؤون مجلس النواب، واتكلم مع المراسلين، اتكلم مع الصحفيين، هنتكلم عمرو مروان عفوا مش عمر مروان انا اسف المستشار عمر مروان، مهم جدا هتكلم على الموضوع ده، قصة حقوق الإنسان اللي ورد في التقرير، تفنيد كمان للادعاءات اللي كانت موجودة أسماء من الغرب. يعني دايما كان في تقرير منظمة العفو الدولية اللي صدر من فترة، دايما كان في بيتصيدوا كده لمصر كل شوية وبيلقوا الاتهامات ان مصر بتعادي حقوق الإنسان. هنكشف مجموعة كده من التوصيات اللي وردت في التقرير. مع الأستاذة داليا زياد ان شاء الله. تمام. وطبعا هي من اول الفقرات لحد اخر فقرة مع الأستاذة سحر شعبان. احنا النهارده بنتكلم طاقة إيجابية. طب جميل. ان شاء الله النهارده يكون يوم زي ما هنبتدي ان شاء الله بطاقة إيجابية، يفضل ايامنا كلها طاقة ايجابية، وان شاء الله سنة جني الثمار وخلينا فاكرينها. طيب ندخل في اول فقراتنا. وقام فريق من الطلاب في كلية الهندسة في جامعة حلوان بتصنيع جهاز لتحويل هادر المصانع من البلاستيك الى مادة خام لاستخدامها في الطباعة ثلاثية الابعاد. تعالوا نروح نشوف. سعيا لخفض تكلفة صناعة المجسمات وقطاع الغيار، قام فريق إنجاد الطلابي التابع لكلية الهندسة جامعة حلوان بتصنيع ماكينة تحول مخلفات البلاستيك لمادة خام تستخدم بالطابعات ثلاثية الأبعاد. وتتميز هذه المخلفات بسعرها الزهيد، حيث يقدر بعشرين جنيها للكيلوغرام. هو المشروع بتاعنا هو اسمه مالتي 3D بروسيسنج ماشين. هو عبارة ان هو بيتكون من حاجتين اساسيتين، ال 3D برينتر اللي هي الطابعة ثلاثية الأبعاد اللي هي تبتدي تحول الشكل التصميم إلى شكل ثلاثي الأبعاد، تقدر ان هو شكل ملموس قدامك. الطابعة ثلاثية الأبعاد عشان تشتغل بتحتاج حاجتين اساسيتين، اللي هو التصميم اللي هي تبتدي تعمله، والمادة الخام اللي تبتدي تطبع بيها اللي هي البلاستيك. فاحنا عملنا عشان خاطر نوفر البلاستيك، لان هو سعره كيلو منه سعره غالي جدا، فابتدينا ان احنا نعمل اكستروجن ماشين. الاكستروجن ماشين هي ماشين بتبتدي تحول الهادر المصانع بتاع البلاستيك، بتبتدي تحوله كماده خام للطابعه الثلاثيه الابعاد عشان نبتدي نطبع بيها. ولهذا المشروع اكثر من ميزه. اولا بالنسبه لل 3D برينتر، 3D برينتر اول ما بدانا نعملها كانت في مشكله ان هي بيبقى الحجم اللي موجود في مصر صغير، ابتدينا نعمل حجم كبير، فابتدى يبقى عندي ان البرينتنج اريا او مساحه الطباعه بقت 40 في 40 في 40، فبالتالي كانت مساحه الطباعه كبيره. التكلفه لل 3D برينتر بنفس المساحه تقريبا بره ممكن تعادل 40,000 جنيه. احنا اشتغلنا عليها ان احنا نقلل التكلفه، فابتدينا نوصل للرينج 10,000 جنيه، وكلها بمكونات محليه موجوده هنا في مصر. بالنسبه للاكستروجن، احنا نقدر نطلع الماده الخام للبرينتر بالقطر او المميزات اللي احنا محتاجينها، واحنا قدرنا نوصل ان احنا نعمل قطر الماده الخام ل 1.7 ملي. وحصل الفريق على جوائز عده. خدنا بال 3D برينتر السنه اللي فاتت اول يوم الهندسه المصري، وخدنا ميداليه برونزيه في سيول انترناشونال فير في كوريا. والسنه دي بمالتي 3D بروسيسنج ماشين سافرنا تايوان انست انترناشونال فير وخدنا بيها ميداليه ذهبيه. الخطوه الجايه عندنا ان احنا هنشتغل على الـ على الـ على الحاجتين اللي جايين الاساسيتين، ال 3D سكانر والشريدنج ماشين. ليه 3D سكانر؟ عشان خاطر نقدر ان احنا اي شخص ما عندوش السكيل ان هو يرسم حاجه على البرامج الديزاين عشان تشتغل على ال 3D برينتر، ان هو يقدر يستعمل الماشين دي انها تقدر تاخد اي دايمنشن او اي سكان لاي ديفايس وتقدر ان هي تطبع. تاني حاجه هنشتغل عليها ان شاء الله الشريدنج ماشين، هي ماشين تاخد المخلفات من المصانع تطحنها وتحولها لحبوب، تقدر تدخل الاكستروجن ماشين، تقدر بعد كده الاكستروجن تطلعه الفيلمنت زي نفس الكلام وتخرجه يدخل على البرينتر يتخلى منه مجسم، فبالتالي بقى عندنا دايره مغلقه للاستعمالات البلاستيك. حاجه رائعه جدا وجميله جدا، الواحد بيفرح بالنماذج الشبابيه دي. على فكره احنا يوميا الهادر من البلاستيك او المخلفات من البلاستيك بيصل الى رقم كبير جدا، حوالي 5000 طن كل يوم على مستوى الجمهوريه. فانه شباب يفكر يا اسماء في فكره انه لا، بدل ما ده يهدر ان انا احوله لمشروع او احوله لحاجه برينتنج 3D، حاجه
حاجه رائعه جدا. لا وانا مبسوطه جدا بشباب كليه هندسه جامعه حلوان بصراحه، احنا كل وقت والتاني يعني نبث ليهم تقرير صحيح. بجد مبدعين. لسه اخر تقرير قبل ده كنا عاملين اللي هي الاعضاء التعويضيه يعني صحيح. هايلين. فكروا قبلها في عربيه بتشتغل بالطاقه الشمسيه يعني يعني بصراحه انا فرحانه بكليه هندسه جامعه حلوان، واحنا لازم نعرف ايه السر في كليه هندسه جامعه حلوان. تحيه ليهم طبعا وتحيه اكيد لستاف الجامعه هناك، اكيد اعضاء هيئه التدريس متميزين جدا، وتحيه لكليه هندسه جامعه حلوان زي ما اسماء قالت فعلا نماذج رائعه، وده مش غريب على فكره عن على شبابنا، يعني شبابنا موجود في كل محافظه بنلاقي ابداعات وافكار جديده مختلفه. حابين كده واحنا زي ما بادئين معاكم الحلقه واسماء بتقول بالطاقه الايجابيه، ودايما كاميرا صباح اون بتدور معاكم على النماذج المنوره على الشباب اللي بجد لازم نحتفي بيه ونحتذي بيه، حاجتين نحتفي بيه ونحتذي بيه ونتعلم منه. في مهندس اسمه احمد جبر، المهندس ده يعني رغم صغر سنه استطاع انه يعمل انجاز كبير جدا، حصل على جائزتين دوليتين للتصميمات الداخليه ليصبح اول مصري بيحصل على جائزتين في نفس السنه. تعالوا نشوف قصه احمد جبر ونتعرف على طبيعه انجازاته في التقرير ده. بدأت مع المصممين المعماريين او مصممين الديكور المشهورين ان انا اتعلم منهم، فاشتغلت عند كذا حد من المهندسين دول وتعلمت منهم حاجات كتيره جدا، وبدأت بعد كده ان انا عايز ابتدي اخلق الطريقه او التصميم بتاعي او الفكر اللي انا بدأت بيه اللي قدر يوصلني بعد كده ان انا احصل على جوائز. احمد جبر مهندس معماري اصبح اصغر مصري يحصل على جوائز دوليه عن التصميم الداخلي للعقارات السكنيه، واول شاب يفوز بجائزتين في عام واحد وهما لكشري لايف ستايل اوورد وذا انترناشونال بروبرتي اوورد. الفكر اللي انت بتاخد الجوائز دي عن طريق ان انت بتسلم مشروع، بيبقى هو مطلوب منك ان هو ترشح للجائزه دي، المشروع ده بيبقى بيوافق المعايير بتاعتهم، بناء عن المعايير دي بتبتدي تحصل على الجائزه. المعايير دي بتبقى ان هي ايه الابتكار اللي انت عامله في المشروع، قد ايه انت حققت راحه العميل وطلباته واحتياجاته، الحركه مدروسه ولا لا، ثلاث ارباع المعايير المعماريه المتعارف عليها في الجوائز دي بتبقى انت المشروع بتاعك قدر يحققها ولا لا. ويدرس جابر شخصيه عملائه قبل عمل التصميمات التي تليق بهم ليستغل كل المساحات المتاحة في البيوت بحسب رغبة العملاء وشخصياتهم. دايما بيبقى في أماكن في البيت الناس بتبص عليها تقول إن ده دي مكان مهدر أو غير مستغل، دايما بيبقى في بيوتنا دايما في حتة اللي هي تبقى الأوضة بتاعت الكراكيب الحاجات دي، فبتبتدي إن أنت إزاي تقدر تخلي لكل مساحة الوظيفة بتاعتها. دي أهم حاجة أنا بتبعها في الشغل بتاعي من بداية، اول ما باخد المشروع ببتدي اركز قد ايه انا عايز اطلع مشروع كله مستغل. وللدخول في التنافسيه العالميه باستمرار في مجال التصميمات الداخليه والديكور، تحتاج مصر دراسه المشاريع كفكره اجماليه وليس شكليه فقط، وتحديد وظيفه وهويه المباني المعماريه. عقبالك يا محمد تاخد جائزتين في السنه كده يا رب ونقول عليك تقرير حلو كبير كده كده اسم الواحد لما يشوف الشباب دول بجد يا رب ولادنا يطلعوا زيهم. لا ولادي لا. يعني ان شاء الله ولادي ما شاء الله ولادي بالطاقه الايجابيه اللي العامه يا رب بيهم دي ولادك ان شاء الله يا رب وبناتك وعلماء كده. طيب يلا فين بقى فين بقى؟ تعال نروح بقى نشوف النشره الجويه علشان نقدر نفهم بقى هو في ايه بالظبط في الجو الغريب ده بقى، ونشوف مع زميلتنا نيرفانا العبد. صيف ولا شتا؟ شتا. صباح الخير مشاهدي برنامج صباح أنوى، إلى نشرة جوية جديدة. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وإلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 25 والصغرى 14 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وليلا. وفي الإسكندرية
الدرجات تسجل الكبرى 21 والصغرى 14 والجو غائم جزئيا نهارا مع زخات مطر ليلا بنسبة 60%. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 25 والصغرى 14 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 27 والصغرى 11 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 26 والصغرى 11 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 25 والصغرى 20 حيث الغيوم صباحا والأمطار ليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 30 والصغرى 18 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 30 والصغرى 15 حيث الأجواء الصافية نهارا والغيوم ليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 30 والصغرى 23. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل الكبرى 22 والصغرى 9. وفي دمشق تسجل الكبرى 22 والصغرى 9. أما عن الرياض تسجل الكبرى 26 والصغرى 11. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 24 والصغرى 20. وفي الجزائر تسجل الكبرى 16 والصغرى 7. وأخيرا في طرابلس تسجل الكبرى 17 والصغرى 14. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. لا النهارده الجو ابتدى يبقى شتا. بس يعني امبارح قعدنا نتريق ونقول نطلع الجواكت ولا ندخلها، النهارده لا الجو شويه صيف ولا شتا شتا. بس ناس كتير قوي في بيوتهم يا اسماء بداوا خلاص يعني ايوه هنعمل ايه؟ طيب الصيفي دخل خلاص والشتوي طلع، فلا محتاجين ان يبقى في شويه شتا بقى. ميكس بقى، يلا بقى الشتا يجي بقى. بنشكر نيرفانا العبد على النشره الجويه. القدس درجة الحرارة 22، وهنفضل دايما نأكد كده في نشرتنا الجوية على القدس 22 عاصمة فلسطين الأبدية. ده كان يعني استعراض كده سريع لأهم درجات الحرارة في مصر وبعض المدن العربية. مكملين مع حضراتكم صباح أون، ونروح لفاصل سريع نرجع بعد الفاصل ومجموعة من الفقرات المختلفة النهاردة معانا. خليكم دايما في صباح أون. صباحكم أمل وصباحكم خير في بكرة أفضل إن شاء الله للبلد دي. بعد ساعات قليلة جدا محافظة الإسماعيلية هتشهد زيارة مهمة جدا وخاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية المهمة جدا في المحافظة. هنتكلم على المشروعات دي وأهميتها والعائد على رجل الشارع المصري. احنا بنتكلم على فتح آلاف فرص العمل للشباب. محور تنمية قناة السويس من أهم المشاريع القومية اللي زي الحلم القومي كده زمان، كلنا لازم نلتف حوالين هذا المشروع. قراءة لأهم الافتتاحات اللي هتجرى إن شاء الله خلال ساعات، وهتبقى في تغطية خاصة على شاشة أون لايف مع الكاتبة الصحفية الأستاذة مها سالم. منورانا ومشرفانا، وبقالك فترة كده معانا على التليفون، فكويس إن احنا معانا في الاستوديو النهاردة، فدي حاجة تشرفنا. صباحك يا أستاذة مها. صباح الفل، نورتينا. صباح كل المصريين، بتشرف دايما أنا أكون معاكم في أي وقت. صباح الفل. طيب احنا هنبتدي بالمشروعات. عندنا مشروعات المزارع السمكية، والرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح النهاردة المرحلة الثانية من المزارع السمكية. يمكن في الفترة الأخيرة في اتجاه مهم جدا بان احنا نهتم بإصلاح الاستزراع السمكي عندنا، وكمان تطهير البحيرات زي بحيرة المنزلة. أهمية الاستزراع السمكي في مصر وإيه اللي ممكن يقدمه أكتر للاقتصاد المصري؟ أمن قومي، لأن الأمن الغذائي للمواطنين هو بالتأكيد أمن قومي. إحنا عندنا تحدي كبير جدا من نقص في الغذاء من جهة تحديدا اللحوم بمختلف أشكالها، اللحوم الحمراء تحديدا والأسماك. صحيح إحنا مصر بتنتج يعني كمية كبيرة من الأسماك، لكن مع ترامي حدودها المائية من المفترض أن هي تنتج أضعاف هذا الرقم. طبعا إحنا عندنا تحديات كتيرة زي التغيرات المناخية، زي الصيد الجائر والبدائي، زي الفوضى اللي نتجت بعد ثورة 2011 وخلت سببت مشاكل كتيرة جدا في الصيادين. ارتبطت المشاكل ديت بيمكن مجموعه هم الاضعف والابسط من مواطنينا اللي هم بيشتغلوا ارزقيه وبيشتغلوا اليوم بيومه، نتج عنه نقص كبير جدا في صيد الاسماك.
وبسبب التلوث وبسبب التغيرات المناخيه كانت ضروره جدا ان احنا نخترق الاستزراع السمكي الامن. يمكن احنا شفنا قريب جدا مشروع غليون وتحويل المكان من بركه من موقع للمخدرات والخارجين على القانون ومنطلق للهجره الشرعيه حتى الدوليه اللي هي كانت محطه مهمه ليها الى واحد من اكبر مشروعات الاستزراع السمكي في العالم مش بس في مصر. النهارده كمان في محطه مهمه جدا في الاستزراع السمكي، هيئه قناه السويس بتشتغل من فتره على المشروع ده، ومنذ اطلاق قناه السويس الجديده وتم عمل احواض. عايزه اقول لك ان يمكن دكتور منصور المدبولي من احد خبرائنا في الخارج في النمسا، في النمسا طبعا صحيح. وكان شارك معانا في مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها في الغردقه العام الماضي في ديسمبر العام الماضي، اتصل بالهيئه هيئه قناه السويس وبيشتغل معاها على تحقيق وضع استراتيجيه قوميه وطنيه للاكتفاء الذاتي من الاسماك. يعني احنا مش بس بنعمل احواض سمكيه واماكن مثاليه، لا احنا كمان بنشتغل وفقا لاحدث ما وصل اليه العلم لوضع استراتيجيه وطنيه لتحقيق اكتفاء ذاتي اولا، ثم تصدير الفائض وتحقيق بالتاكيد دخل قومي. في بركه غليون زي ما حضرتك اشرت برضو عشان الساده يبقوا موجودين معانا في الصوره، مش بس مجرد احواض سمكيه، احنا بنتكلم على مشاريع متكامله، بنتكلم على بدايه من مشروع الانتاج على في الاسماك للتغليف للتجميد لغيره، فاحنا بنتكلم على مصانع وصناعات تكميليه الى جانب الاستزراع السمكي. عايز اروح لحضرتك للشق الثاني من السؤال اللي طرحته اسماء، البحيرات، لانه احنا عندنا ثروه هيله جدا، خمس بحيرات في الشمال وفي الجنوب، بحيره ناصر. عندنا مشكله انه دايما كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يتطرق لهذا الملف بيقول انه محتاجه كلفه كبيره جدا طبعا. حتى الرقم مره 5 مليار او 6 مليار فقط لتطهير البحيره. لا ده اكتر من كده، عايزه افاجئك ان هو بيتعدى مئات المليارات. لان الموضوع، يا فندم، لان الموضوع مش بس تلوث، كمان في تعديات هائلة تمت. يمكن احنا حاليا بنشهد في الحقيقة حملة وطنية انا بحييها جدا، بحيي قوتها وتوقيتها وتوازنها وعدالتها في ازالة كل التعديات على مجاري الانهار والمجاري المائية. احنا كنا بنشوف الاندية والمنشآت والبنايات الخاصة مصارف صناعية اللي سدت علينا الرؤية، ويعني منعت تطور مهم جدا ومنبر مهم ومنفذ مهم للمواطنين. النهارده احنا عندنا ده حصل بشكل اكبر بكتير على البحيرات. احنا عندنا صرف صناعي وهو ده الاصعب في التطهير، ومن هنا تيجي التكلفه، لان في مصانع كتيره جدا بتعمل الصرف بتاعها عليه، صرف زراعي طبعا، في مبيدات بقى فيه وكل ما حضرتك تتخيله، كل انواع المخلفات بالظبط، الصلبه والسائله ودوت. من هنا تيجي صعوبه التطهير لان احنا استوردنا خلال الفتره اللي فاتت معدات خصيصا من اجل تطهير البحيرات. ابتدى في المنزله، في المنزله يعني الصوره دلوقتي فين بقى؟ احنا ابتدينا في اي بحيره من البحيرات ووصلنا بقى فين؟ احنا في المنزله تحديدا في شغل هايل جدا، لكن بما ان المساحه هائله جدا احنا عندنا طبعا المنزله من اكبر بحيرات مصر، كمان عندنا بحيره البيردويل هي من انقى البحيرات وهي في الشمال في سيناء. في بحيرات كتيرة جدا، حتى بحيرة قارون للأسف في الفيوم اللي هي كانت منتجع يعني سياحي شتوي بالنسبة صحيح. للمواطنين والأسر المتوسطة والرقية، أصبحت للأسف الشديد يعني لا محدش بيتحمل ان هو يعدي من جنبها بس من الروائح الصرف وطبعا والمخلفات اللي بتلقى فيها. فالعمل ماشي بالتوازي، هو ده اللي احنا بنشهده يمكن خلال الفتره الاخيره، ان ازاي جهود التنميه ماشيه بشكل متوازي. اسمح لي اهني شعب مصر النهارده ان الاسماعيليه زي تحديدا ومدن القناه زي ما هي شهدت اول قوارب مطاطيه عبرت لتحرير صحيح. الارض الطاهره، النهارده بتشهد كمان عبور تنمية. جديد للتنميه من نفس المكان، من معديه رقم 6 صح. بمعديات جديدة، بمشروعات تنموية جديدة، مش بس توصل أهلنا في كل المحافظات سواء في سيناء بالوادي أو لكن كمان بتعمل حاجة أهم، إن إحنا بننقل التنمية لأبعاد مختلفة أسرع بكتير صحيح. لأن إحنا طول الوقت وإحنا بنتكلم عن الإرهاب بنقول إن إحنا بنواجهه بالسلاح صح. لكن ودايما نلوم الدولة نقول إن التنمية متأخرة في سيناء. اللي حصل خلال الثلاث سنوات الأخيرة من تنمية في سيناء لم يحدث في تاريخ مصر، مش هقول بس من 30 بقى سنة زي ما كنا بنقول،
بالتأكيد الأرض المباركة اللي تجلى عليها رب العالمين يعني إحنا مقصرين فيها بشكل كبير جدا، عندنا ثروة وكنز كبير جدا، كنا لازم إن إحنا يعني نمد إيدينا إحنا لنستفيد، مش بس ندعم أهلنا ومش بس إن إحنا نربط الوادي بالأرض المباركة. النهاردة يمكن هو التكامل اللي بنشوفه في المشروعات هو ده اللي بقى جديد، ما بنشوفش رئيس بيذهب عشان يفتتح كوبري او بيفتتح طريق، احنا بنشوف عدد ضخم من المشروعات لدرجه ان احنا بنضطر نذاكر قبلها باسبوع ونزور واداره الشؤون المعنويه في القوات المسلحه بتنظم زيارات للمحاربين العسكريين عشان يلتقوا بكل الشركات اللي بتشتغل عشان نقدر بس نستوعب كم هائل من الارقام والمعادلات الماليه. لا وبتكون مشاريع كمان استاذه مها متكامله، يعني مش معنى الناس اللي هتروح تشتغل هناك انها مش هتقدر تعيش هناك، لا بيبقى المشروع وأماكن سكنية والمستشفيات والتعليم بيبقى مشروع متكامل كأنه مدينة متكاملة أو نقدر نقول نقطة حياة جديدة. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله. يعني بيخوفونا كتير يا أسماء، وأنا بشوف إزاي أن أنتم يعني بهنيكم على وعيكم الدائم وأن أنتم بتشاركوا في زيادة الوعي للمواطنين. احنا بيخوفونا ويقولوا الجزء الصغير في الشريط اللي ما بين رفح والعريش ده هيتم تهجيرهم، ده احنا ما دام في أحداث إرهابية. أنا بشوف إزاي أنتم فاهمين وعين وبتنقلوا الوعي ده للمواطنين، ابدا محدش هيخوفنا ومش هنسيب ذره رمل واحده. احنا مش بس بنطهر من الارهاب، احنا بنعمر وبنبني، مش على العكس، مش هنعمل اجلاء، ده احنا كلنا هنروح هناك لان ديت الارض الموعوده لينا كلنا للتنميه وللامل. فهو ده اللي حاصل. طبعا انا بتفق معاكي تماما، عشان كده النهارده احنا السيد الرئيس المنصه معموله في سيناء، يعني صح في الضفه بالظبط، يعني احنا مش موجودين، احنا في مدينه اسماعيليه الجديده اللي بتنشا يعني على احدث كمان ما وصلت اليه التكنولوجيا والتنميه العمرانيه، وبحيي جدا كل المشاركين من القوات المسلحه ووزاره الاسكان والشركات المدنيه، بيعملوا معجزه. البيوت قد ايه جميله، قد ايه منظمه، الشوارع يعني في عندنا تنميه في المشروعات الاسكانيه تحديدا، صحيح كمان معجزه ويتعمل عنها دي رائعه، دي عجبني تشبيه صحيح، عجبني تشبيه استاذه مها حضرتك بتقولي انه الكباري العائمه دي شبه القوارب المطاطيه اللي كنا بنحارب بيها وبنعدي بيها الضفه الثانيه من القناه، لان دي برضو سلاح مهم جدا ان انا انمي واربط الاسماعيليه بسيناء. النهارده هيبقى في كوبري او اتنين من الكباري العائمه بيحملوا اسم الشهيد احمد منسي والشهيد ابانوب صبر. الله، رمزيه او اختيار الاسمين والمعديه دي حضرتك واكيد المشاهدين عارفين من اكتر الحاجات اللي بيمر بيها الناس، لان هي بالسيارات بتاعتهم بينتقلوا للضفه الثانيه، فكل ما حد يعدي بعربيته ويشوف اسم احمد منسي ويشوف اسم ابانوب صابر، دي اهميتها في ايه وحلاوتها في ايه؟ والله رسائل متعددة لا نهائية بنتعلمها من يعني مدرسة الوطنية من المؤسسة العسكرية، إن هي دايما حتى لما بتطلق اسم على دفعة من دفعات التخرج الطلبة بيبقى دايما ليها مغزى ومعنى، بأنه تكريم اسم أثر في تاريخ مصر وفداها بعطاء كبير. النهاردة احنا عندنا عطاء منقطع النظير لأنه عطاء بالحياة، احنا عندنا اتنين من أبرز وأكرم الشهداء، وبحيي طبعا روح كل الشهداء وبحيي أسرهم اللي بينضلوا لغاية دلوقتي طبعا نضال كبير جدا في الحياة علشان احنا كلنا نقعد ونشهد هذه التنمية. الشهيد طبعا أحمد منسي من أهم رجال الصاعقة واللي ضحى بحياته، وعايز اقول لك ان هو يعني ما راحش ابدا هدر، لانه قبل حادث استشهاده يعني هو من احد اهم الابطال اللي كان بيخشى بس، يعني حتى اسمه لغايه دلوقتي بيثير في قلوبهم الرعب، واضطروا يعني يعملوا حمله كامله علشان يفاجئوا الموقع اللي هو فيه من اجل التخلص من هذا الرعب، لكن طبعا مصر ولاده دائما. الرابط المهم والرساله ان احنا عندنا عقيد في القوات المسلحه ومجند. إذن هنا أنا عندي أن كل المواطنين في عطائهم مقدر للغاية، كل الرتب بتتشال وقت التحديات ووقت المعارك اللي احنا بناخدها ووقت التكريم كمان، عندنا المسلم والقبطي لأن النسيج الطبيعي للوطن. رسائل متعددة جدا، لو حضرتك شفتي لقاء والدته وإزاي بتعبر والدة المجند أبانوب صابر جرجس قد ايه ان هي عايزه اقول لك ان هي مرتديه العبايه السمراء والطرحه السوداء زي المصري المحجب الطبيعي جدا اللي انت اصلا واحنا بنكلمها، يعني احنا تسال هو يعني هي مامت قلت هو ده هويه واحده هو ده صح. وهم على فكره من الانطره غرب، يعني من نفس الموقع، قد ايه حاسه فخر بتقول انا كان عندي ابن تاني مجند في القوات المسلحه وما فيش حاجه تغلى على مصر. صحيح ابانوب كان ليه بطوله كبيره جدا جدا
وقضى على يمكن 12 من الإرهابيين في موقعة شهيرة جدا في الهجوم على النقاط الثابتة، الكمال الثابتة في الشيخ زويد 2015، المعركة الشهيرة. ده بطل كبير كلنا بنفخر بيه، مش بس والدته في الحقيقة يعني. يعني تكريم الشهداء كمان في اعتبار الدولة المصرية محمد، يعني مش بس نحن بنعمل مشروعات، احنا كمان بنكرم كل اللي ضحى بحياته علشان خاطر نقدر احنا النهاردة نفكر ونستقر ونعمل مشروعات. طب اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل قراءة في أهم مشروعات محور قناة السويس وافتتاحها النهاردة من إسماعيلية بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأستاذة مها سالم الكاتبة الصحفية. فاصل ونرجع نكمل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، صباح الفل والخير والإنجاز. لسه حوارنا مستمر مع الكاتبة الصحفية الأستاذة مها سالم، مسؤول الملف العسكري ببوابة الأهرام، ووقفنا عند الاستعدادات الخاصة باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن المشروعات تفقد كمان الأنفاق أسفل قناة السويس. احنا بنتكلم على مجموعة من الشرايين اللي هتربط سيناء بالوادي او هتربط سينا ببقيه مصر. عايزين نتكلم احنا في ملف الانفاق، وصلنا لحد فين، والنهارده اي الانفاق تحديدا اللي هتفقدها سياده الرئيس؟ احنا وصلنا لمعجزه في الحقيقه في الوقت وفي المجهود وفي النتيجه. احنا النهارده السيد الرئيس هيتفقد انفاق الاسماعيليه، واللي انتهت الحفر تماما منها وخرجت بتشهد خروج بقى الماكينات الحفر العملاقه اللي تم تصميمها وتصنيعها مخصوص لمصر في المانيا، وخرج بتخرج المكن الحفر من موقعها علشان يتبقى فقط التشطيبات النهائيه والتجهيزات النهائيه للافتتاح الرسمي اللي متوقع ان هو يكون ان شاء الله في 30/6/2018. اللي حصل معجزه، لان احنا عندنا نحو 50 شركه مدنيه بتشتغل في المشروع في حفر الانفاق من خلال شركتين كبار وبدعم القوات المسلحه اللي بتشرف على المشروع. في الحقيقه حاجه مبهره للغايه، لان احنا كنا طول الوقت طبعا كلنا لما بنيجي نعدي لاحد المدن السياحيه في سيناء كنا بنعاني من نفق وحيد هو نفق الشهيد احمد حمدي. صحيح. مع الاجراءات الامنيه اصبح هناك عبء كبير جدا حتى كمان بقى مش على المواطنين اللي بيسافروا، يمكن ده بيسر لهم، لكن على البضائع المتجهه لسيناء. ازاي ان احنا عندنا مصانع احنا بنتكلم على مصانع هايله بتم دلوقتي انشائها واحنا بنتكلم. صحيح. ولم يتم الاعلان عنها، لان احنا اصبحنا في عصر لا يعلن الا بعد انتهاء العمل، والافتتاح بيتم بعد خروج المنتج كمان وظهوره. في مصانع للرخام ما هي الاكبر على الاطلاق في وسط سيناء، مش بس في الجلاله لكن كمان في وسط سيناء. في مصانع اسمنت للقوات المسلحه، في مطار المليز، في مطار الطور، في مطار العريش، يعني في شغل تنموي هائل، في عدد هائل من المدارس ومن المساكن في رفح الجديده وفي العريش. صحيح. كل ده محتاج حركه نقل اسرع. صحيح. وايسر، هتفرق معدلات الانجاز هناك في هذه المنطقه بشكل اكبر بكتير. اضافه طبعا زي ما انت قلتي ان انا ازاي ان انا عايزه انقل المواطنين ان هم يتنقلوا بسهوله ويسر. انا حاليا بدل ما بستنى 5 و6 ساعات، واحيانا الحمولات الضخمه بتنتظر بالايام، قد تبلغ 5 ايام عشان تعبر نفق الشهيد احمد حمدي، النهارده احنا هنعبر في 20 دقيقه من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه. احنا عندنا المقرر ان هو المفروض 6 انفاق، 3 انفاق مزدوجه في الاتجاهين، يعني اتجاه نفق ذهاب ونفق عوده، في بورسعيد واسماعيليه سويس. احنا اشتغلنا في البدايه قوات مسلحه والقوات السياسيه ارتقت ان هو يشتغل في الاول على اسماعيليه والبورسعيد، لان السويس لازال يعني في النفق، لكن المرحله القادمه سيبدا العمل فيه. الاثنين بيسير فيهم العمل بمعدلات ممتازه للغايه، وزي ما قلت لكم ان احنا هنشهد النهارده السيد الرئيس هيشهد الاعلان عن انتهاء الحفر وبدايه التجهيزات للافتتاح اللي هتاخد وقت، ومد طبعا بقى الكابلات والمرافق الاساسيه اللي هي محتاجها باذن الله. طبعا احنا ما ننساش، اسمحي لي اسمى طبعا، ان ازاي يعني انا دايما بشوف الجنود المجهوله وراء الاعمال. تمام. يعني احنا جدا. المهندسين احنا منطقنا في الانفاق قد ايه شفنا المهندسين الشباب خريجين 2014 و2015. صح. هم ما بنفسهم اللي بيشرفوا على الشغل. صح. لكن كمان ورانا عبقري مختفي وما بيتكلمش وما بيقولش ان انا شاركت وان انا توسطت لدى وما بيتاجرش ابدا بده، المهندس الرائع اللي بحييه النهارده دكتور هاني عازر، مفخره المصريين واحد علمائنا. طبعا. ويعني لما اتقابلت معاه عن قرب من خلال مؤتمراتنا مصر تستطيع في وزاره الهجره، واتكلمت معاه قد ايه الراجل ده في انكار للذات، مش هو بس، في عندنا عقول نيره كتيره جدا احنا ما بنسمعش عنها، وبنشوف اعمالهم ما بنسمعش عنها، بنشوف عطاها وما بنبقاش حتى عارفين مين. صح. اللي عمل ده لما بيبعت الصور ولا بيقول، يقول مش انا خالص، مش انا
مجرد يعني شوف ده من اعظم مهندسين المعماريين اللي عمل خط برلين ويعني اسم يعني له البنان يشار له بالبنان وفي انكار للذات كبير جدا وبيشرف وبيتدخل في اي وقت يعني بيجي كل شهرين مين يعرف ان هو بيعمل كده كل دوت على نفقته علشان يساعد مصر وفي كل حاجه سواء بقى في الاتفاقات حتى بتاعت شركات الطاقه وسيمنز كل ده ففي الحقيقه الواحد فخور جدا بعطاء المصريين وشبابها الجميل اللي بيتواصل بقى في العطاء وهو نفسه بيقول شوفوا الشباب الصغير قد ايه يعني واثق من نفسه قد ايه منجز وقد ايه عبقري طبعا يعني هو ده انا لازم نطرق بقى للملف المصريين في الخارج طبعا بما ان حضرتك موجوده لازم نستغلك حتى الاخر بس يعني خليني اوصل مع حضرتك كده النهارده كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي هيتفقد سفينه احمد فاضل مصر مهتمه في الفتره الاخيره بتعزيز اسطولها طبعا يعني الاهتمام بالدعم اللوجستي في الشرق الاوسط وان يكون عندك سفن متعدده الاغراض الاهتمام بتعزيز الاسطول المصري ايه اللي احنا مستفيدينه؟ ايه اللي ممكن تقدمه سفينه احمد فاضل؟ وخلي الناس كده تفهم شويه ليه احنا مهتمين بالاسطول البحري في مصر. النهارده هنشوف معجزه ثانيه لان السفينه سفينه عملاقه ضخمه جدا على اسم احد قاده القوات البحريه، الجميل ان اللي ساهم في انشائها ترسانه قناه السويس، احنا عندنا اذن تصنيع على اعلى مستوى وبيقدم منتجات يعني لا تقل عن نظيرتها الاجنبيه بالاستفاده طبعا من الخبرات ومن القطع، لكن النهارده السفينه دي هتشارك ان شاء الله في حقل زهر في البحر المتوسط ان شاء الله. السفينه ليها يعني تستطيع ان هي تحمل قوارب وغواصات صغيره بتنطلق منها اللي هي يعني فيها تكنولوجيا على احدث مستوى، احنا طبعا عندنا اكتشافات اقتصاديه هامه في البحر المتوسط وان شاء الله تبقى في البحر الاحمر، اذا عندنا احتياج شديد جدا لتطوير الترسانه سواء بقى ان هو علشان لخدمه القطاع المدني في الانقاذ من الكوارث والتدخل السريع، لكن ايضا كمان في الاكتشافات الاقتصاديه اضافه طبعا اللي احنا بنشوفه في الترسانه البحريه العسكريه والتطوير الهائل اللي عملته القوات المسلحه من خلال القوات البحريه زي ما شفنا ميسترال انور السادات ميسترال جمال عبد الناصر والفريم والتصنيع اللي بيحصل حاليا في ترسانه اسكندريه البحريه العسكريه، حاجه مذهله ان احنا بنصنع عندنا دلوقتي قطع بحريه من الجويند الفرنسي بايدي مصريه، اذا ان احنا طول الوقت كنا بنحلم متخيلين ان احنا مش هنعيش مش هنوعى احنا ان احنا نشوف تصنيع عسكري مصري، لا على ارض مصر في هذه اللحظات بيتم التصنيع عسكري على اعلى مستوى بايدي مصريه اوسع بشكل اكبر في ايدكس 2018 كمان طبعا نعرض الدفاع طبعا نعرض منتجاتنا العسكريه والدفاعيه وكمان المنتجات الصناعيه اللي بيقوم بها الجيش المصري يعني زي ما محمد قال في البدايه فعلا في يد بتحرر وبتحارب ويد اخرى بتبني. طب احنا عايزين نستغل وجود استاذه مها سالم دلوقتي المتحدث الرسمي بس وزاره الهجره بس الهجره بس قبل ما نروح بس للموضوع ده لان في اسئله كتيره واسمع معاها اسئله كتيره فيها لكن فكره اليد اللي بتبني واليد اللي بتحارب الارهاب احنا اتكلمنا على اليد اللي بتبني مشروعات كتيره جدا شايفينها وبيتم افتتاحها يوم ورا يوم اليد اللي بتحارب الارهاب بقى يا فندم وحضرتك بتتابعي طبعا بمسؤوليه عملك كمتخصصه للملف العسكري الاخبار الخاصه بالعمليات اللي بتقوم بها قواتنا المسلحه ضد البؤر الارهابيه وضد عناصر الارهابيه داخل سيناء احنا شفنا تصريح ووعد من سياده الرئيس لما وجه كلمه لرئيس الاركان بضروره التخلص تماما من الارهاب ان شاء الله خلال 3 أشهر اللي جايين حضرتك شايفه التحركات ازاي والفتره الاخيره الضربات اللي بتقوم بها القوات المسلحه ضد الارهابيين طبعا لان احنا في معركه وطبيعه تفاصيل اي معركه واي حرب لا يتم الاعلان بالكامل عن تفاصيلها لكن خليني اقول الرسائل اللي احنا نقدر نفهم بيها كلنا ايه الاحداث اللي بتحصل وازاي القوات المسلحه بتواجه الارهاب في الجزء الصغير من شمال سيناء خليني اقول لحضرتك ان الارهاب لازال لم يتطور ابدا على العكس تقلص جدا اعداده وده يظهر من العدد يعني يمكن في مقاييس اللي بنشوف الخبراء العسكريين بيوجهوها لنا وبيعلمونا ازاي ان احنا نقيس مدى تاثير الارهاب في التباعد الزمني في الفترات الزمنيه اللي هو بيقوم بيها بعمليات صحيح للاسف الشديد اصبح من الخصه والنداله انه بيستهدف مدنيين وبيستهدف مصلين ودوت كانت تعريه لصورته قدام يمكن حد يمكن الناس كلها فاهمه ونقول ان احنا عارفين لا لكن لازال في مغيبين في للاسف من يجهل ان هو بيرتدي عباءه الدين وادعاء وزورا وكذبا فكان مهم جدا سبحان الله يعني من قلب الماساه يولد رحمه حتى في المعنى علشان تسقط عنه كل الاغطيه اللي بيعملها
ايضا حتى محاوله استهداف مطار العريش اثناء زياره وزيره الداخليه والدفاع كانت محاوله لاستعراض القوه، محاوله لايصال رساله لا يهتز لها ابدا رجال القوات المسلحه البواسل، لان احنا عارفين ان احنا في معركه وعارفين ان هم يعني من الخسه ومن النداله ان هم يعملوا اي حاجه، وعندنا القائد العام والقائد الاعلى يعني حاطين نفسهم في موقع مسؤوليه زيهم زي المجند البسيط اللي بيعمل، كلنا على ارض معركه وكلنا واحد وكلنا بنتعرض لنفس الخطر. يعني في توحيد للهدف، احنا فاهمين كويس قوي احنا بنعمل ايه في البلد وعايزين ونحن متجهين ناحيه ايه. طبعا تيجي رسائل بقى السياسيه اللي احنا بنعرف بيها ان زي ما يطلع اردوغان ويقول ان هو الارهابيين هيطلعوا من سوريا ويتجهوا ده بيوجه يعني اذا كانه بيوجه المؤشر لا انا مش عايزينه يعني يشغل باله بينا نهائيا وخليه هو في الكوارث اللي هو عنده عدد اللي وقعوا عنده في خلال العامين الماضيين من الارهاب اكتر بكتير مننا، لكن احنا للاسف لازلنا لا نجيد التسويق لانفسنا ولجهودنا اللي احنا بنعملها خارجيا، لكن الحقيقه ان عدد الارهابيين ما بيزيدش بيقل وبيتقلص جدا. معلش فندم، ليه مش عارفين نسوق نفسنا خارجيا؟ اصل دي كلمه لازم نقف عندها شويه. ليه مش عارفين نوري العالم انه دي معركه بتاخدها مصر وانه في معركه كبرى بتجري على سيناء؟ اسباب المشكله فين؟ اقول لك وجهه نظري بدون تزييف وتزويق يعني كده، يعني ايه شطاره منهم وخيابه مننا. شطاره من كل اللي بيحطوا لنا مخططات للتفرقه وللارهاب وللعنف، وخيابه مننا لان احنا معانا الحق، ومع كده مش عارفين ان احنا نوصل للعالم الخارجي. هم هناك بيمولوا، عايز اقول لك ان في تمويل يعني غير محدود من قطر ومن تركيا وتحديدا من قطر، لما بتشتري صفحات كامله وبتشتري كتاب مقال. وعايز اقول لك ان انا كنت يمكن في حوار مؤخرا مع النائب طارق رضوان رئيس لجنه العلاقات الخارجيه، بيقول لي ان هو عندهم من قطر رؤساء يعني بيحصل كل شهر زياره سواء مموله ومدفوعه للمنظمات علشان يدفعوا من اجل غسيل وجوههم والاساءه لمصر. تخيلوا للدرجه دي في غل وفي حق ومدفوع، هدف في هدف. طيب احنا ازاي نحاول ان احنا نتغلب على ده؟ ان احنا دايما دايما نبقى عندنا اور ستوري، ما نستناش ان هم يحكوا عننا، ان احنا نخاطبهم بطريقتهم وبعلمهم وبارقامهم، ان احنا طول الوقت نبقى منفتحين. وانا بحيي الهيئه العامه للاستعلامات يعني منذ تولي كمان بالتحديد استاذ ضياء رشوان، وفي طفره هائله جدا في التعامل وفي الشفافيه وتغيير كمان لغه الحوار. هو ده المهم، تغيير لغه الحوار والمصطلحات اللي احنا كنا متعودين نستعملها. طب انا عايزه عشان ضيق الوقت ما اقدرش افوت الفرصه دي، ملف المصريين في الخارج هو ملف يعني حيوي للغايه، وانا طبعا يعني متابعاه عن كثب، عايزه اعرف اخر حاجه توصلت ليها واهم الملفات اللي موجوده في وزاره الهجره والشؤون المصريين في الخارج. طيب بما ان احنا ما عندناش وقت طويل اسمحي لي بس القي الضوء على حاجه في غايه الاهميه وفيها رساله تربط اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يمكن السيده السفيره الوزيره نبيله مكرم لسه عائده من قبرص، حيث دشنت يمكن وقعت بروتوكول مع ثلاث دول، مع يعني احنا الدوله الثالثه مع اليونان وقبرص، الاتفاق الثلاثي حول مبادره يعني الاولى في العالم اللي هي احياء الجذور. دي اطلقها السيد الرئيس في نوفمبر الماضي من القوسيه، وفي الحقيقه لقت حماسه وترحيب من البلدين ومن كل بلاد الاتحاد الاوروبي والعالم بشكل فاق التصور. ببساطه تهدف الى الاحتفاء بالمواطنين اللي كانوا عايشين في مصر. احنا طبعا طول الوقت بنقول مصر متعدده الثقافات والهويه بتاعتها هي اللي بتنطبع على اللي بيعيشوا فيها، هو ده اللي احنا هنشوفه ونحتفي بيه من خلال اسبوع بنستضيف بيه اللي كانوا ان شاء الله صباحا موجود معاهم في احياء الجذور ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مها سالم الكاتبه الصحفيه والمتحدثه الرسميه باسم وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج ومسؤول الملف العسكري في بوابه الاهرام، دايما بتعتز بهذا اللقب دايما التغطيات الخاصه بالاحداث العسكريه كتير بنشوف فيها اسم مها سالم. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام نروح مع حضراتكم لفاصل سريع وموجز لاهم الاخبار ونرجع مره ثانيه نكمل باقي فقرات صباح. خليكم معنا. صباح الفل والورد والياسمين على عيون حضراتكم، بنجدد صباحنا مع حضراتكم زي ما تابعنا من الاول لحد ان شاء الله اخر لحظه في صباح اون النهارده. ان شاء الله نكون مليئين بالطاقه الايجابيه واخبارنا الحلوه وتسليط الضوء على اهم الملفات اللي منها ملف حقوق الانسان، واللي وزاره شؤون مجلس النواب اصدرت تقرير عنه في 12 توصيه مهمه هنناقشها النهارده مع الاستاذه داليا زياده مدير ومؤسس المركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحره. يسعد صباحك استاذ داليا. صباح الخير والامل والطاقه الايجابيه منورانا في صباح اون.
اسمحي لي قبل ما نتكلم على مضمون التقرير وال12 توصيه نتكلم على الشكل، لان الشكل هنا مهم جدا. لاول مره احنا بنشوف مؤتمر صحفي بيحضره وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمرو مروان ورئيس الهيئه العامه للاستعلامات دكتور ديار اشوان. فكره الشكل نفسه انه من زمان جدا بيبقى فيه اتهامات كتيره، منظمات كتيره بتطلع تقارير ضد مصر، والتعامل مع التقارير دي ما بيكونش بالشكل اللائق. اولا الشكل، ملاحظات حضرتك عليه ايه؟ الحقيقه انا بشكر حضرتك انك بدات من النقطه دي، لان هي دي اهم نقطه في الموضوع كله. احنا اصبح عندنا حكومه مهتمه بمراعاه حقوق الانسان، بعد ما كان الوضع طول الوقت قبل كده انه الحكومه هي التي تنتهك حقوق الانسان والمجتمع المدني او المنظمات المستقله هي اللي بتشتكي من هذا الانتهاك وتحاول تقويم الحكومه. دلوقتي احنا عندنا حكومه بتبادر من نفسها انها تقوم حتى الاخطاء اللي موجوده بداخلها، بتقيم الوضع الحالي في ملف حقوق الانسان وتحاول ان تعدله في المستقبل. يمكن ما فيش نماذج في العالم كتير لده باستثناء مثلا اوروبا، فرنسا، دوله زي فرنسا، دول محدوده جدا جوه اوروبا اللي بتعمل ده، اللي عندها اللي الحكومه نفسها بتبادر بتناول ملف حقوق الانسان وتقييم الوضع ثم العمل على وضع خطه او استراتيجيه للسنه الجديده هنطور ايه في ملف حقوق الانسان. وده مرتبط قوي كمان بان اغلب انتهاكات حقوق الانسان اللي كانت بتحصل في حق المواطنين كانت بتحصل بسبب الموظفين المدنيين اللي هم موظفي الخدمة المدنية يعني او الموظفين الحكوميين، لان اغلب هذه الانتهاكات كان بيتمثل اما في وقع فساد او مخالفات قانونية او غيره، او حتى كمان في بعض الوزارات اللي هي اللي ليها تعامل مباشر مع المواطنين كان دايما يتم الشكوى من انتهاكات معينه باشكال معينه. دلوقتي لا، احنا عندنا هذه الحكومه مش مستنيه حد بقى يجي سواء من الداخل او من الخارج يقول لها انت عندك اخطاء كذا، بالعكس هي قالت انا معترفه ان عندي اخطاء ودينا هو طالعه وهبدا اصححها وهبدا اعالجها في الفتره دي. تمام، حلو قوي. انا واحده زي انا ما اعرفش حاجه اسمها حقوق انسان، خلينا نتكلم بقى بلغه المصر البسيط. حقوق الانسان عندي يعني ياخد حقه في التعليم، حقه في الصحه، حقه انه يعيش بحريه، عنده حريه في تعبيره، يكون في ديمقراطيه في المكان اللي هو عايش فيه. وجت في الفتره الاخيره كم تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي مهم ان احنا نسلط الضوء عليهم، مره وهو في فرنسا، ان احنا بنمارس حقوقنا في التعبير او الديمقراطيه حسب ما كل دوله فاهمه شعبها وفاهمه امكانياتها في تحقيق ذلك. تمام. زائد الحق اللي اضافه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم اللي هو مكافحه الارهاب حق انساني. 100% طبعا. ايه ثقافه حقوق الانسان وايه هي حقوق الانسان في مصر اصلا؟ تمام، سؤال مهم جدا. اولا احنا حطينا عنوان عريض اللي هو الديمقراطيه اللي كلنا بنطمح ليها وبنسعى لاننا نحققها في ابهى صورها، وكلنا انا ما اقصدش بيها المصريين فقط ولكن العالم كله، يعني تمام. العالم كله لم يصل لاعلى درجات الديمقراطيه لغايه دلوقتي طبعًا. مهما ادعوا يعني طبعا. فالديمقراطيه من بنودها او من شروطها حقوق الانسان، او توافر مناخ يحمي ويدعم حقوق الانسان. عشان نوفر المناخ اللي يدعم ويحمي حقوق الانسان لازم نحقق حاجتين اللي هم تصنيفين يعني اساسيين او رئيسيين لايه هم حقوق الانسان. في حقوق سياسيه ومدنيه وحقوق اقتصاديه واجتماعيه. تمام. الدوله دورها في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، الدوله مش دورها ملهاش دعوه بالحقوق السياسيه والمدنيه الا انها بس بتكفلها في الدستور اللي هو الدستور بيجي بيقول مثلا انت عندك حق في انك تصوت في الانتخابات، تختار رئيسك، تختار برلمانك، تتظاهر، تمارس حقك في حريه التعبير. دي الحقوق المدنيه والسياسيه، لكن المواطن لا يستطيع ان يمارسها الا اذا توفر له المناخ الملائم لده اللي هو الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي هي الدوله المصريه بالفعل شغاله عليها على قدم وساق يعني وبقوه شديده، منها مثلا سكن ملائم، من الناس تعيش صحيح. في الناس اللي كانت عايشه في الاماكن الخطره تنتقل لان هي تعيش في اماكن ادميه محترمه يقدروا يمارسوا فيها حياتهم. يعني ليس من المنطق مثلا انك تروح لحد جعان في الشارع شحات وتقول له تعالى معايا نعمل مظاهره عشان حقك مثلا في المشاركه السياسيه، يعني هو مش هيفهم ده. وفر له وفر لي الاول الاكل والشرب وحياه كريمه صحة. وبعد كده انا من نفسي كمواطن هحس بقى ان ليا دور. لا انا دوري دلوقتي ان اختار مثلا الرئيس اللي يمثلني، اختار العضو البرلمان اللي يمثلني، فهو من نفسه هيبادر وهيشارك. تمام. ف
فده الفرق بين الحاجتين. الدولة المصرية محققة شوط كويس في مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق المدنية والسياسية ستأتي تباعا، ومن هنا هنقدر نبني الديمقراطية اللي احنا عاوزينها. تمام. حضرتك ليكي باع طويل في متابعة الملف ده في مصر من زمان، ودايما المتأمل كده في العهود السابقة، دايما ملف حقوق الإنسان هو الباب أو الأداة اللي بيدخل دايما المجتمع الغربي وبعض الدول في انتقاد مصر. يعني دايما في كل حتى زيارة من زيارات الرؤساء السابقين الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الأولويات المناقشة حقوق الإنسان في مصر. عايز أعرف من حضرتك، لسه حتى الآن هذا الهوس نقدر نقول بحقوق الإنسان مستمر من قبل الدول الغربية؟ وإيه اللي اختلف دلوقتي عن قبل كده؟ اللي اختلف دلوقتي في مقاربة الملف ده من الجانب المصري، من السلطة السياسية، مما سبق من عهود؟ خلينا نعترف بحقيقة مهمة جدا، إن ملف حقوق الإنسان بقى بيستعمل دلوقتي من جانب المجتمع الدولي كسلاح. أيوة صحيح. ورقة الضغط ضد دول بعينها للأسف، كسلاح كمان، مش بس مجرد ورقة الضغط. ده بقى احنا خلاص مسألة الأسلحة التقليدية والحروب التقليدية احنا تجاوزناها من زمان كعالم، يعني ككرة أرضية. الناس دلوقتي بقت بتحاول ان هي تحارب بعضها البعض، اما من خلال القنوات الدبلوماسية او من خلال اللعبة الجديدة اللي ظهرت في عالمنا بقى لها مثلا حوالي 70 سنة، مش اكتر من كده يعني، من وقت قريب، وهي حقوق الإنسان. ازاي ان أبدأ أضغط على الدول، إما بأن مثلا ناخد مصر كمثال بعد سقوط الإخوان، ده شيء لم يرضي بعض القوى الغربية الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، فبدأت تضغط علينا بملف حقوق الإنسان وتقول إنه بسبب مثلا تقصير مصر في حقوق الإنسان فإحنا هنقطع المساعدات أو هنؤجل المساعدات العسكرية والاقتصادية لفترة. وبعد شوية تلاقي دولة أوروبية تانية برضو مش عاجبها إن مصر أسقطت الإخوان، فتقول لا مصر فيها، ابتدوا خلاص يفوقوا دلوقتي، مصر فيها انتهاكات حقوق انسان وكذا وكذا، وبناء على ده احنا هنقوم بمقاطعتها مثلا دبلوماسيا، ويخلقوا حاله من العزل الدبلوماسي لمصر. عشان كده مثلا بنشوف منظمات زي هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه كل شغلتها هم نفس الثلاث اربع اكاذيب اللي من وقت للتاني عماله تكرر. مصر فيها تعذيب في السجون، الحقوا ده، الشرطه مش عارفه بتعمل ايه في الناس. لدرجه انا سمعت حاجات غريبه، يعني كنت في امريكا من وقت قريب بيقولوا قال يعني الشرطه بتوقف الناس في الشارع وبتبص على الفيسبوك بتاعهم وتشوف يعني كل واحد كاتب ايه، لو كاتب كلام كويس في الشارع يعني، تعالى الشارع ورينا تحلي الموبايل الامين بتاعك ايه يعني فيسبوك. والله العظيم كوميديا اللي بندخل على التليفونات الهايلة بتاعت أمنا في الشارع. بالظبط. طب ده دليل ان الأمنا كلهم والشرطة عندنا والله العظيم يعني متقدمين جدا، متقدمين جدا. حاجة كوميديا يعني، فانه الكلام ده يبقى هو اللي واصل بره، ان مصر فيها قمع فظيع جدا. بالعكس احنا بنمارس حياتنا بشكل طبيعي. غير كده احنا وصلنا كمان كشعب المرحلة تجاوزنا فيها فكرة ان ممكن اي حد يقمعنا باي شكل من الاشكال، احنا عملنا ثورتين وما عادش بجد ما حدش قدر يعمل اللي احنا بنعمله فعلا. بالظبط. فحاجز الخوف ده اتكسر خلاص، فكرة انه حد نتخيل بقى ان في حد هيقمع الناس في الشارع، ولا الناس اصلا جاهزة انها تتقبل ده، ما يعني كلام غير منطقي. لكن هذه المنظمات بتفضل تروج لنفس الثلاث اربع اكاذيب بتاعت ان مصر بتنتهك حقوق الانسان بيهم. ليه؟ علشان تؤدي في النهاية، لا مصر دي دولة وحشة ويتم عزلها سياسيا، يبقى الرئيس السيسي ده رئيس ديكتاتوري وبيتقال ده نصا يعني، فبلاش نتعامل معاه لأنه مش ديمقراطي كفاية ومش بيعامل الشعب بالطريقة. خليني أخد من النقطة دي نقطة يعني كمان لاحظتها في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لنيويورك لما كنا هناك، إن حتى لغة المنشطات الصحافة والتعليق على وجوده اتغير عن الأول، وهم قالوا إن بناء على ان هم درسوا الشارع المصري ومصر، فبقى في امتيازات شويه في حقوق الانسان وتطور في حقوق الانسان، وهم بيتابعوا الملف ده عن كف. بس في نفس الوقت انا عايز ادخل في حته تانية، كتير قوي ناس رابطين بين حريه التعبير والديمقراطيه والاعلام بان الاعلام موجه، الاعلام المسيس، وان دي مش حريه، وانه ده ضغط بحقوق الانسان، وده حقي وده مش حقي. مع ان يعني اللي لاحظته كتير في المناقشات اللي فاتت ان لا، الاعلام الامريكي والاعلام الاوروبي هو اللي حقيقي موجه ومسيس جدا بوضوح شديد. صحيح. احنا عندنا في اوروبا كمان وبره عموما في الغرب عموما تلاقي المؤسسات الاعلاميه يطلق عليها لفظ مستقل،
ان هي قال يعني هي غير تابعه لحاجه ولا غيره، لكن في الحقيقه لو بصينا للمحتوى اللي بتقدمه هو كله محتوى موجه. كمان فكره ان يتقال على الاعلام المصري في المرحله الحاليه اللي احنا فيها دي انه اعلام مسيس او غيره، ده كلام غير منطقي. لانه بمنتهى البساطه احنا مش بنتكلم عن الاعلام التقليدي فقط، يعني اللي هو زي اللي احنا فيه ده النهارده، احنا كمان عندنا سوشيال ميديا. الناس اي حد دلوقتي يقدر يمسك الموبايل بتاعه ويعمل نفسه مذيع ويقعد يقول اللي هو عاوزه، يقعد يقول اللي هو عاوزه زي ما هو عايز، محدش هيقدر يمنعه. لكن ده برضو لا يمنع ان من حق الدولة المصرية انها تؤثر على الرأي العام، ده حق يا جماعة طبعا. يعني ده شيء طبيعي، احنا مش بنقول حاجة مثلا خارج الاطار ولا خارج المنطق. حق لانها حرب يعني هو دلوقتي بقى الشغل بقى على نفسيتك، على ثقتك، على ثقافتك، على مقتنعاتك. هي دي بقت الحرب اللي بجد اللي شغالة بين الشعوب، ما بقتش زي ما حضرتك قلت في الاول. احنا عندنا قوة كبيرة بالظبط، مواجهة لينا قوة إعلامية بتؤثر على الناس بالشكل السلبي. فطبيعي ان الدولة تلجأ لأدواتها اللي في ايديها، اللي هي القنوات بتاعتها اللي موجودة جوه البلد، حتى لو هي قنوات مستقلة، انها طالما بتتفق مع نفس وجهات النظر، ويبدأوا يقدموا للمواطن المعلومة الصحيحة. هو في النهاية المواطن يوازن، هو عنده اوريدي اللي بيقدم له السلبي، وهنا اللي بيقدم له الإيجابي، هو في النهاية يختار بالظبط. التقرير ورد فيه حوالي 12 توصية، وتوصيات مهمة جدا، وكل توصية محتاجة توقف عندها بشكل كبير. لكن نبدأ مثلا بتوصية مهمة جدا بس توقفتني بشكل شخصي، فكرة التعامل بجدية مع المنظمات الدولية حتى لا يتم تكوين رأي عام سلبي عن مصر. حضرتك ذكرتي هيومن رايتس ووتش، في منظمة العفو الدولية كانت بتطلع تقرير فيما يسمى كده ما بين قوسين التعذيب في مصر وغيره الفترة الأخيرة. الاستراتيجية الأمثل ان انا ازاي اوصل هنا صوتي، صوت الرسمي المصري للعالم او للمنظمات دي وللدوائر، ازاي اقيم جلسات واعمل مؤتمرات عشان ارد حتى بذكر الاسماء. يعني في المؤتمر الصحفي اللي احنا شفناه في الهيئه العامه للاستعلامات كان في ذكر اسماء لمجموعه من القنوات بالشخصيات تم حبسهم وغيره، تفنيد الشخصيات دي. انتوا قلتوا مثلا انه في فلان الفلاني تم حبسه، طيب ايه القصه وايه حصل تفنيد للروايه اللي موجوده في منظمات الدوليه؟ اهميه ده ايه برأي حضرتك، وازاي نشتغل بشكل علمي بقى؟ يعني ازاي نوصل صوتنا للعالم بشكل علمي؟ هو طبعا النقطة دي من أهم النقط اللي ذكرت في التوصيات لسببين. أولا إنها بتنقلنا من خانة رد الفعل لخانة الفعل. بالظبط. إحنا طول الوقت زمام المبادرة في إيدي. بالظبط، طول الوقت كنا بننتظر المنظمات اللي بره هي تنتقد فينا وتقول مشاكل، حتى الثلاث أرباعها أكاذيب، ونبدا احنا نرد. لكن مين اللي صوته اتسمع اعلى ومين اللي صوته اتسمع الاول؟ هو مهما كان احنا حاولنا نرد، هنا هو رد، مجرد رد فعل. لكن هنا انا شايفه فيها مبادره للفعل، حتى كمان مصحوبه بتوصيات تانية زي ان كل وزاره هيكون فيها وحده خاصه بحقوق الانسان. ده ليه؟ علشان اولا احنا يعني دايما عشان ننقل الرساله الصحيحه محتاجين حاجتين اساسيتين، الرساله نفسها تكون محمله باكبر قدر ممكن من الشفافيه، ما نتكسفش نقول ان عندنا مشاكل، ان عندنا تقصير في نقطه معينه، عندنا مش عيب، العالم كله عنده مشاكل في ملف حقوق الانسان، ووارد جدا يبقى فيه ممارسات فرديه غير مقبوله من الاجهزه النظاميه وغيره. الراي العام واقول ان هنا انا اخطات او قصرت هنا، انا اكتشفت كحكومه ان انا عندي تقصير في الحته دي، فهراعيها السنه الجايه وانا بطور ان انا مش هتتكرر تاني. ده هيقفل الباب تماما على المنظمات الخارجية. النقطة الثانية المرسل بقى، عفوا حامل الرسالة. حامل الرسالة هنا ياريت انه ما يكونش جهة حكومية او جهة رسمية. أيوة. لانه دايما بيكون مصداقيتها في الخارج اقل، يعني مثلا الخارج لما بيجي يهاجمنا هم بيهاجمناش من خلال الحكومات بتاعته، يعني ما شفناش مرة مثلا رئيس دولة ولا حكومة ولا غيره الا نادرا، يعني في ظروف معينة طلع هاجم مصر. لكن تلاقي مثلا في عز ما الرئيس الامريكي عمال يغازل الرئيس السيسي ويكلمه كلام جميل جدا وكله حب وصداقة، تطلع هيومن رايتس ووتش اللي هي منظمة امريكية معروف انها تابعة للمخابرات وغيره، وهي اللي تهاجم مصر وهي اللي تعمل لنا مشاكل وكذا. فاحنا عايزين ده برضو يحصل. احنا عندنا مجتمع مدني قوي جوه مصر، طبعا بعضه عنده مشاكل لكن جزء كبير منه ما زال يعني بيعمل على ارضيه وطنيه مشتركه مع الدوله. نستغل الناس دي انه ازاي يقدروا هم يكونوا حامل الرساله.
مثلا قضيه زي اللي حضرتك قلتها، موضوع الاختفاء القسري اللي قعدوا يشتغلوا عليه شهور طويله، مش موجودين، مش عارف، عندك 100 اسم مختفين قسريا. طيب يبقى حامل الرساله ده اللي هو الشخص المستقل بتاع المجتمع المدني يروح لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه تدي له رد واضح على الموضوع ده، ممكن من خلال الوحدات مثلا او من خلال قطاع حقوق الانسان اللي هتبقى موجوده في كل محافظه او كل وزاره، أو قطاع وزاره حقوق الانسان جوه كل وزاره بالظبط، مثلا يروح لقطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه هات لنا الاسامي، وده حصل من جانب المجلس القومي لحقوق الانسان، ياخد هذه الاسامي ويروح بقى هو كحد مستقل تماما يقدمها للخارج. اهو ده الرد اللي احنا حصلنا عليه عن موضوع الاختفاء القسري، وبالتالي قفل الباب تماما على اي حد هيحاول انه يبادر في هذا الاتجاه. هنكمل كلامنا خصوصا تحديدا في جزء حامل الرساله واهميه تدريبه وانه يكون مستعد لهذه المهمه علشان ما حدش يجي كمان يعدل علينا كمان في حامل الرساله. كلامنا لسه مستمر مع الاستاذه داليا زياده مدير ومؤسس المركز المصري. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. احنا لسه مكملين مع حضراتكم في تقرير وزارة شؤون مجلس النواب حول ملف حقوق الانسان مع الاستاذة داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة. بس قبل ما نكمل كلامنا لازم ننوه على الخبر صحيح. المهم صحيح. ده ان اعلنت مجلة دير جاست في حفل اقيم باحد فنادق القاهرة اسماء الفائزين في استفتاء عام 2017، وفازت قناة اون لايف بجائزة افضل قناة اخبارية خلال العام. كمان حصلت قناة اون سبورت على لقب أفضل قناة رياضية ضمن تكريم الأفضل خلال العام الجاري. جاءت أون سبورت كأفضل قناة نظرا لما قدمته خلال الفترة الماضية، خاصة خلال التغطيات الخاصة لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة للمونديال ونقل اللقاءات بشكل حصري جدا. ألف مبروك. ألف مبروك لينا الأون لايف، طول عمرها مشرفانا صحيح، واحنا فخورين بيها صحيح. بجد ألف مبروك لشبكة أون تي في كلها، ويا رب نكون دايما كده عند حسن ظن حضراتكم، حسن ظن الجمهور. تحية لكل القائمين على أون لايف وأون سبورت من أكبر عامل لأصغر عامل صح. موجود في القناة تكريم أو تتويج يستحق أو مستحق بعد عام من العمل والسهر والشغل. يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم دايما ونقدم رسالة إعلامية تحترم عقولكم وتحترم المشاهدين. ألف مبروك يا أسماء. ألف مبروك يا محمد. احنا أفضل قناة إخبارية، احنا نمبر 1 رقم 1 دايما إن شاء الله يا رب دايما. وتابعونا النهاردة طبعا أهم حاجة، النهاردة دايما بنهتم جدا في التغطيات. الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة لمحافظة الإسماعيلية وافتتاح عدد كبير من المشروعات تنمية محور قناة السويس. احنا بنهتم جدا بالتغطيات والتليفونات والاسئله، نحاول نوصل لاقل سؤال ممكن يكون في عقل المصريين. يا رب. ودايما ما بتكونش المسافات بيننا بعيده، ان شاء الله دايما في نجاح. ودايما نفكر الناس الشعار اون لايف من مصر ولخير مصر. فيا رب يكون رساله كده فيها خير ورساله تحترم عقول المشاهدين في كل مكان. لسه حوارنا مستمر مع الباحثه السياسيه المتميزه الاستاذه داليا زياده مؤسس المركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحرة، وكنا بنتكلم على حقوق الإنسان تحديدا حامل الرسالة. حامل الرسالة عندنا مشكلة شوية، حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا انه بلاش يبقى حامل الرسالة هو الحامل الرسمي، لازم يبقى حامل شعبي او مدني مجتمع مدني، لانه في بعض الاحيان في تشكيك كده في المصداقية من كل حاجة تطلع من الحكومة والرئيس من المجتمعات او الدوائر الغربية، فلازم يبقى الحامل هنا حامل شعبي او حامل مدني. ازاي نترجم ده على ارض الواقع ويبقى فعلا حامل الرسالة مؤهل وفاهم ازاي يوصل الرساله للغرب؟ تمام، احنا عندنا عدد محدود الحقيقه من اللي يقدروا يعملوا ده، اغلبهم يعني هم منقسمين لحاجتين، ويمكن شفناهم بشكل بارز قوي في حملات الدبلوماسيه الشعبيه اللي كانت حصلت بعد 2013 على طول، اما كان الاخوان بيحاولوا يشوهوا صوره مصر من خلال ادواتهم الاعلاميه بره وغيره، واحنا كنا بنحاول نرد في المقابل. فظهر في الفتره دي ناس كتير اشتغلت على فكرة الدبلوماسية الشعبية، سواء من جوه مصر من المجتمع المدني جوه مصر أو حتى من الأحزاب السياسية أو من المصريين اللي عايشين خارج مصر. دول احيانا بينفعوا في مواقف معينه، لكن لما نيجي بقى في حقوق الانسان اعتقد لازم ننتقي من بين هؤلاء
اللي متخصصين في مجال حقوق الانسان. اولا احنا عندنا المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو الهيئه الوطنيه اللي المفروض بتمثل الملف ده، وهي الى حد ما همزه الوصل اذا صح التعبير ما بين الحكومه او الدوله المصريه والخارج، كل ما يعني الامم المتحده، كل ما يعمل على هذا الملف في الخارج، كل الهيئات اللي بتعمل عليها في الخارج. فبالتالي اولا لازم سريعا يعاد تشكيل المجلس القومي، هو اوريدي يعني المفروض انه الامر ده مستحق من فتره يعني، لكن مجلس النواب ما زال بيعمل عليه وبيعمل على الاختيارات، وبناء على ده هنقدر نكون عفوا المقاطعه على صفه استقلاليته، لان فكره الاستقلاليه دي مهمه طبعًا. انه لا يتبع الدوله، لا يتبع السلطه، لان دي برضو بتدي مصداقيه ليه بشكل كبير بالظبط يعني. بالظبط. فدي ده اداه من الادوات اللي هنقدر نستغلها. غير كده كمان عندنا المجتمع المدني المستقل، المنظمات المستقله اللي هي غير تابعه للدوله، في ناس بتعمل فيها عندهم اتصالات جيده بالغرب وعندهم علاقات جيده يقدروا يستغلوها ويبنوا عليها دلوقتي. فليه ما نمكنش الناس دي من انها تقوم بهذه المهمه، يكون في تواصل معاهم. من ضمن التوصيات انا شفت مثلا بتاعه التقرير بتاع النهارده انه يتم التواصل مع المجتمع المدني. طيب نبدا نتواصل مع هذه الاطراف ونكون ما يشبه ايه بقى، شبكه من الناس دي تضم ليها دماء جديده، لان الحقيقه من الحاجات المشاكل الكبيره اللي احنا بنواجهها في المجتمع المدني دلوقتي ان ما عادش في دم جديد بيدخل. احنا كلنا يعني اخر جيل يمكن بتاعنا، لكن فين الشباب بقى اللي لسه متخرجين من الجامعه؟ بقى لنا 5 سنين تقريبا ما دخلش حد جديد، ودي مشكله. ده معناه ان كمان 5 سنين قدام هيبقى عندنا مشكله، احنا هنبقى كبرنا. طيب والناس بقى اللي جايه الدم الجديد اللي هيدخل المجتمع المدني ويجدده ويدخل بقى بفكر سليم، هو ده كان دي اكتر من سبب طبعا انه هناك من شوهوا صورة المجتمع المدني من داخل المجتمع المدني نفسه. هم ناس حملوا لواء حقوق الانسان، لكن في الحقيقة كانوا بيعملوا حاجات تانية خالص ملهاش علاقة بحقوق الانسان، بيهدروها وبيصيغوا استغلالها ضد الدولة وكل حاجة، مع ان المفروض دورك كحقوقي هو دعم ملف الدولة في او دعم الدولة في هذا الملف، مش المعارضة السياسية ومش استغلال ده كأداة لطعن الدولة او غيره، لا بالعكس. فالبعض اساء استغلال ده، والبعض كمان كان يعني فكرة التمويل الاجنبي وتلقي تمويلات بصورة غير شرعية. لما اتنقل الصورة دي في الاعلام للناس، الناس ابتدت تخوف تخاف طبعا الشاب الصغير ابتدى يخاف، طب انا ليه ادخل جمعيه واوجع دماغي ولا ادخل منظمه حقوق انسان واخاف وكده. فابتدت الناس تعزف عن المشاركه في المجتمع المدني. لكن عندنا امل بقى انه مع ظهور النماذج الجيده داخل المجتمع المدني، الناس اللي فاهمه الشغل ده صح وعندها خبره فيه، بتعمل على ارضيه وطنيه، مش بدافع برضو استغلالها في معارضه سياسيه او غيره، وقتها لما هيتم تقويه هذه المنظمات ودعمها وتعاونها، والدعم ده مش بالضروره ان الدوله تدفع لهم فلوس، ولكنها تتعاون معاهم، تتعاون يكون في تعاون دائم معاهم، عمل مشروعات مشتركه معاهم وهكذا. ده هيؤدي بالضروره في النهايه لانه الناس تبدا تعيد النظر في المنظمات دي وتبدا تشارك معاها، وهيبقى المنظمات دي ليها صوت وليها ارضيه شعبيه، فتقدر تروح تمثل مصر في الخارج بمنتهى القوه ومنتهى البساطه، وانه نقدر نكون يعني صوت لمصر في الخارج. استاذه داليا، انا كمصري بسيط، انا مصري عادي مش عايز اي حاجه، انا عايز اتعلم كويس واعلم ولادي كويس، يكون عندي تامين صحي، امشي في شوارع وانا مش خايفه، يكون عندي امن وامان، عندي مستقبل لحياتي. انا مستفيده ايه من ملف حقوق الانسان ده؟ انا اعرف ازاي حقوقي ولا ما اعرفهاش؟ استغلها ازاي؟ افهمها ازاي؟ توصل لي المعلومه صح ولا لا؟ وان ما تبقاش الناس فاهمه غلط، زي مثلا اهم مشكله عندنا اللي هو الديمقراطيه وحريه التعبير، اللي هو يعني انت وقت ما تقرري في المكان اللي تقرريه بالطريقه اللي تقرريها تطلعي الشارع واعترضي، تعبر عن انا كمواطن مصري عادي، دي طموحاتي ودي صحيح. احلامي ودي اللي انا عايزاه من دولتي، انا مستفيده ايه من ملف حقوق الانسان ده؟ هو طبعا الملف ده هو داخل في كل تفاصيل حياتنا العاديه خالص كمواطنين عاديين، مش بس في علاقاتنا الدوليه وغيره، لكن في كل تفاصيل حياتنا. لما هنتلقى او هننعم بقدر اكبر من الحقوق والحريات، سواء الاقتصاديه والاجتماعيه او المدنيه والسياسيه، ومساحه اكبر من الحريات، ده هيشعرنا بادميتنا، يعني اننا اولا هيحقق رخاء، هيجعلنا مواطنين افضل، هيجعل صورتنا حتى امام العالم افضل وهكذا. فده كله هيكون له مردود داخلي، زائد انه هيحسن من اقتصادنا، وبالتالي هيرجع على رجل الشارع العادي او الشاب اللي بيحاول يجد وظيفه او غيره. كل
هي داخله في كل تفاصيل حياتنا. طيب هل الناس فاهمه ده؟ أيوة. بالظبط. لا، في طبعا تقصير في اننا نوصل للناس الثقافه دي، ثقافه حقوق الانسان. بالظبط. الناس يمكن تركيزها حتى مع المجتمع المدني كله في اطار الجمعيات الخيريه فقط، ما يعرفوش كتير عن المنظمات الحقوقيه. وده ليه سببين. السبب الاول طبعا كان الاخطاء الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وان المنظمات الحقوقيه هي بعيده عن الشارع كمان. فيمكن لو صلحنا ده الفتره الجايه هيكون. سؤال اخير، في برضو توصيه مهمه جدا وردت حوالين الاسراع في تعديلات او تقديم تشريعات وقوانين تكفل مزيد من الحقوق والحريات وتحفظ حقوق الانسان. عايز حضرتك في الجانب التشريعي، احنا عندنا نقص فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، محتاجين مراجعه تشريعيه ولا شايفة؟ بالعكس، انا يعني شايفه لا، التوصيه دي يعني يمكن احنا عندنا رفاهيه تشريعيه في مساله حقوق الانسان. حلو التعبير، رفاهيه تشريعيه. رفاهية تشريعية والله فعلا. بس احنا عندنا دستور مش موجود في اكتر الدول اللي بتنعم بالديمقراطية، مش موجود في امريكا يا جماعة. يعني مشكلتنا احيانا في التطبيق تقريبا. لا في ازاي تلقي الناس لهذه فهمها، يعني برضو فهمها، وانه البعض بيسيء استغلالها، هي دي الحقيقه. يعني احنا مش الناس لسه الكلام اللي كان بيتقال بعد الثورة، الناس لسه مش جاهزه للديمقراطيه والترياو عليه وقتها، ده كلام صحيح طبعا. الناس لسه غير مؤهله، ما ينفعش تديهم اداه مهمه زي الدستور اللي عندنا دلوقتي اللي كل بنوده يعني حاجه كده اللي هو واو يعني. بجد بجد والله دستور مش موجود في اكتر الدول الديمقراطيه يعني. بس التطبيق اما تديهم للاسف مش عارفين. ما هو بتديه لحد هو مش عارف امتى. طب انا مش عارف اقراه، مش فاهماه، مش فاهمه. ايوه بالظبط. فلو انا مش فاهمه طب هقدر اطبقه ازاي؟ هقدر استفيد بيه ازاي؟ لا، ده انا هدور بقى على الثغرات اللي فيه، اركز على الحقوق بس، ما بركزش على واجباتي. ما بقولش ان انا مثلا ما يصحش اني اركن صف تاني عشان ما اوقفش الشارع. وانا من حقي اقول ان انا متضايق، اركن من حقي ان انا اعبر عن رايي. بالظبط. ما حدش بيشوف مثلا انه احيانا انك تعبر عن رايك بشكل غير لائق ده مرفوض طبعا. انك تمارس العنف في الشارع ده مرفوض طبعا، لكن يقول لك لا ده حقي وانا موجود وانا اللي اعمله. صح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه داليا زياده، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطيه الحره. وطلعنا بالفقره دي محمد باهم النقاط، لازم كل المجتمع المصري تفهم حقوقك وتفهم واجباتك، تنشيط عمل المجتمع المدني، ودورنا احنا كاعلام تسليط الضوء على النقاط دي عشان نقدر نتواصل. النقطه المهمه كمان اثرتها استاذه داليا، نكون الفعل ولا نكون رد الفعل دايما. صح. تجاربنا السابقه مع ملف حقوق الانسان، نستنى التقارير العالميه تطلع والدوليه ونبتدي بقى نقول ايه وندافع عن نفسنا. لا، احنا في المره اللي شفناها دلوقتي في الهيئه العامه للاستعلامات وتقرير مجلس او وزاره شؤون النواب، فعلا احنا بنبادر، فمحتاجين. صح. نشوف مبادرات ومؤتمرات يعقدها الهيئه العامه للاستعلامات الفتره اللي جايه، نتحول كده من مربع رد الفعل لمربع الفعل وامتلاك زمام المبادرة. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وافدتينا ونورتينا. ربنا يخليك. بعد الفاصل يا أسماء، كوني الأقوى كوني سحر. هنعرف ايه بقى قصة كوني الأقوى كوني سحر مع سحر شعبان بعد الفاصل، خليكم معانا. بدأنا بأخبار إيجابية النهاردة وحنختم مع حضراتكم بطاقة إيجابية، كوني سحر كوني الأقوى، مبادرة جميلة جدا وبتدافع وبتقدم كده المرأة اللي بتصاب بسرطان الثدي إنها مرأة منتجة ومبدعة وقوية وحاضرة كمان في المجتمع. مرض سرطان الثدي هنتكلم على 42 حالة لكل 100,000 امرأة، ودي نسبة صادمة جدا في المجتمع المصري، يعني كل 100,000 امرأة في 42 حالة مصابة بهذا المرض. المبادرة دي قامت بدور كبير جدا الفترة الأخيرة، فكرة نشر الوعي، الكشف المبكر، مساعدة وتأهيل المرضى بتوعيتهم إمكانياتهم وقدرتهم. احنا معانا النهاردة سحر القوية البهية والعافية. كوني سحر كوني الأقوى، صاحبة المبادرة منورانا ودايما كده قوية. صباح وبهية. السعادة. صباح الفل. صباح الإشراق والألوان الحلوة. دايما بتجيلنا بطاقة إيجابية. التفاؤل دايما ده عنواني، الأمل والتفاؤل ده عنواني. صح. دايما. لون حلو. بجد من المرة اللي فاتت كمان كان في تفاؤل كده، بحب الطاقة. هي الحياة حلوة النسائية دي.
بحب الطاقه الايجابيه دي. بالظبط. استاذ سحر كده الفتره الاخيره من بعد ما كنت معانا اخر مره لغايه دلوقتي كنت قايله لنا ان في مبادرات جديده في دماغك وانه ما تكونش المراه المصريه اللي يعني اللي ربنا يعني ابتلاها بخير طبعا سرطان الثدي انها تكون عبء على الدوله وعبء على اسرتها وكان في تفكير في الخروج منها من عباءه المرض. بالظبط وهو ده بالفعل انا دايما طول الوقت احنا مبدانا في المبادره اللي هي من مؤسسه كيان مصر طول الوقت بنوجد الجديد ويكون نابع من احتياجات الفئه اللي احنا بنشتغل عليها. فاحنا اكتشفت في الفتره الاخيره ان بطلات السرطان بعد تخلي الاسره مثلا او تخلي الزوج عنها بتبقى هي عندها اعباء فظيعه جدا، هي بتعول نفسها، بتعول مرضها، بتعول اسرتها، اولادها كمان، اولادها كمان، فبالتالي بقى في عبء كبير عليها، فبدانا ان احنا نفكر نقدر نساعدها ازاي؟ بما ان انا مؤمنه بالمراه ان هي قويه جدا طبعا والله. تمام، وحتى لو هي مريضه انا بثبت ان لا هي برضو قويه ومنتجه للدوله. صح. كتير جدا في الدوله بيقولوا ان مريض السرطان عبء على الدوله لتكلفه علاجه ان هو ما اصبحش منتج كمان، لا انا بقول هي المراه منتجه طول الوقت للمجتمع عمرها ما تكون عبء، بل بالعكس كمان حتى لو مريض السرطان لا هي هتكون مستحيل تكون عبء وفي نفس الوقت هتكون منتجه وهتساعد في انتاج الاقتصاد في الدولة. فبدأنا ان احنا نعمل برنامج التمكين الاقتصادي وادخال بطلات السرطان في ريادة الاعمال. عملنا مهرجان اسمه بطلات قد الحياة. كانت الفكرة ان احنا بقى في مجموعة من المصممين ستات برضو قويات بروفيشنال في شغلهم الشغل الهاند ميد باختلافه يعني اوكي باختلاف طبعا في اكسسوارات في ازياء تراثيه كمان في باج في حاجات كتير جدا مختلفه بداوا ان هما يتطوعوا معانا ويقولوا ان احنا هنعلم الستات دي الحرف ديت او التخصص ده ونبدا ان احنا نوجد ليهم ينتجوا ونبدا ان احنا نسوق لهم. قبل ما نبدا المهرجان وجدت اللي هيعلمهم وفي نفس الوقت اتحت ليهم السوق اماكن حجزت ليهم ان هم هيعرضوا المنتجات لان دايما طول الوقت اللي بيقابلنا في التمكين الاقتصادي ان احنا بنعلم الستات بس حتى تسويق. الاصحاء ولكن ما فيش تسويق فانا لا انا قلت كله يعني مش هطلق ده ولا هبدا في ده الا لما اكون كل صح. الحاجات العمليه كلها مكتمله بالظبط وحجزنا وبالظبط كده وبدانا في بعض الورش البسيطه وصادت بقى بقيه الورش ان احنا نشتغل. ده بيخلي كمان بيساعد مريضة سرطان على مساعدتها في تحسين حالتها النفسية صحيح. ان هي بدل ما هي طول الوقت حاسة ان هي مريضة وهي عبء على الأسرة وعبء على الدولة وفي نفس الوقت مهمومة بمتطلبات الحياة احنا كأسرة عادية بدون اي صحيح. مرض بنشتكي من الاعباء الاقتصاديه اللي بدات صح بالك بقى بمريضه السرطان فده قد ايه هي حست ان هي اتولدت من جديد طبعا قد ايه لقت لا هي مش مريضه ومش محتاجه مساعده من حد انا كمان مش عايزه من عاله لقيمه لقيمه بالظبط كده وفي نفس الوقت انا بتضايق قوي قوي لما حد بلاقيه ان هو بيجمع تبرعات عشان يساعد مريض سرطان كل شهر يديها كذا انا تنمويه بالظبط انا تنمويه لازم اعلمها ازاي تصطاد لكن ما اعلمهاش ازاي ان هي بالزبط. تنتظر مني السمكيه كل يوم لا عارفه انا اخليها تجيب سمكات كتير بنفسها وتنتج وعايز اقول لحضرتك على حاجه ده سلاح مهم او عامل مهم جدا من اسباب العلاج الحاله النفسيه صح بالظبط في ناس كتيره وفي تجارب كتيره او انتصروا على مرض السرطان بسبب الحاله النفسيه بتاعتهم او الباور او القوه صح. والاحساس ان انا احس ان انا لا ما بقتش كم مهمل او حد بيبص لي نظره ودي بقى انا بكرهها جدا بالزبط. نظره الشفقه وانك صعبان عليا واللي موجوده في ثقافتنا للاسف يا عيني ده عنده المرض الوحش او مرض البطال اصلا مرض البطال او مرض الوحش بالظبط مرض الوحش ده مرض ممكن خليني انتج واشتغل واعمل عايز نعرف تفاصيل اكتر معانا برضو حاجات احنا معانا حاجات ايه بقى الشغل اللي عملتوه يعني إيه؟ الشغل اللي احنا قدمه يمكن ربما كمان انا لابسه منه ده شغل المصممه الجميله رانيا عوف دي اول مصممه قالت ان انا معاكم تمام
وعاوزه اقول لكم ان يوم المهرجان بجد عاوزه اقول لكم كان في عندنا ترابيزه اسمها كوني سحر. ترابيزه اسمها كوني سحر. الترابيزه ديت جمعت كل التبرعات بالتصميمات بتاعه المصممين اللي كانوا موجودين. قد ايه كان الدعم كبير جدا. تمام، ده يعني احنا اخترنا ان احنا نشوف السوق طالب ايه. احنا برضو مش بنعلمهم حرف يعني عاديه، مش زي بالظبط كده ما بيعلموهم في المشروعات الثانيه ازاي تعرف تعمل صابون، ازاي مش عارفه تعمل، لا 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 خالص. احنا عاوزينها ان انا اوجد لها شغل بالظبط يدخل دخل كويس يساعدها، مش مجرد بس ان انا اعمل برواز ان هي بقى في تمثيل. صح، دي بتتلبس ازاي؟ دي بتتلبس هنا كده ما تقعش. لا لا خالص، دي زي زي جميل قوي. عندنا اللي هو برضو النحاس. تمام، عندنا دخول ال 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 الكروشيه وبتاع. عاوزه اقول لكم شغل الكروشيه، الازياء التراثيه، كل الحاجات دي كلها السوق بقى محتاجها دلوقتي. وشغل التعسينه بالظبط عندي التراث دي فعلا في الفتره الاخيره بقت. وكمان انا اللي عاجبني فيهم ان هم كمان فكرهم تنموي. المصممين بيعلموا البطلات السرطان فكرهم تنموي. كمان ده بيساعدني جدا. يعني مثلا ريم شاهين طول الوقت هي بتشتغل على الازياء التراثيه، بتحيي الحضاره والتراث السيوي والصعيدي، عارفه كل الحاجات دي كلها. ده حلو قوي لما هي تعلموا البطلات السرطان ويبداوا ان هم يشتغلوا وينتجوا الحاجات بشكل ده. طب ازاي لقيت المجتمع المدني تجاوب المجتمع بقى المدني والناس ازاي عايزه تشارك؟ يعني في ناس كتير قوي زي حضرتك كده ما بيحبوش فكره جمع التبرعات. يعني انا احب اكتر فكره ان احنا نتعاون مع بعض في مشروع. بالظبط، يعني ما هو ده جمع يعني انا لقيت ازاي تجاوب بالزبط. المجتمع المدني بقى تجاوب ان انا بقول لهم طول الوقت ان انا بفهمهم انه انه مش لازم المريض السرطان او اللي محتاج نديله كل شهر حاجه لسبب لانك موجود النهارده لكن مش موجود مش عارفه هتديها ولا لا. فبالتالي ان انا بساعد في دعمها نفسيا كمان واجتماعيا كمان. صح. فمش مجرد ان انا هديها قرشين اول الشهر وخلاص، لا هو بيقتنع بده. يعني مثلا كان عندي حاله امبارح صديق يعني وبابا توفى في سرطان كنت بتابع معاه، فلقيته بيقول لي غير الادويه اللي موجوده ان هو متبرع بيها، بيقول لي انا عاوز اعمل صدقه جاريه. صدقه الجاريه مفهوم الناس صدقه الجاريه انه يوجد مكان او غرفه كل دير سبيل سبيل الحاجات بالشكل ده. فانا فكرتي ان الصدقه الجاريه انه ليه ما يتبناش مشروع لبطله سرطان. صح. تمام، واحنا عاملين اصلا دراسه جدوى لكل المشروعات الموجوده، يعني من اول 2000 جنيه لغايه 50000 جنيه كمان، لان احنا عندنا متخصصين في المؤسسه عندي بالظبط بيشتغلوا على دعوه كمان استاذ سحر لكل اللي عايزين يعملوا خير بدل الصدقه الجاريه المعتاده اللي احنا عارفينها دي بالزبط. يدعموا مشروع. احنا عندنا بطلات دي. احنا هنبدا ب 10 بطلات سرطان. جميل. تمام، هم عندهم سرطان اغلبيتهم سرطان انتشاري. جميل. فهنبدا ليهم باذن الله. احنا كنا بيتواصلوا معانا، هم بيتواصلوا يا ريت اتمنى سحر كوني وبشكر كل كل اللي بيدعمونا بيتبرعوا لنا. عندنا ناس كتيره جدا بيتبرعوا حلوه قوي لحاجه ثانيه جديده خالص، لا مش للمشروعات كمان. بطله السرطان عندها اولاد في ثانويه عامه. تمام تمام، فبداوا ان هم يتبرعوا للدروس وحاجات. عارفه قد ايه الشعب المصري بالظبط بالظبط. بس اسمحوا لي كده معلش، يعني اسمحوا لي ابارك لزميلتي العزيزه اسماء انديل. اسماء انديل اتكرمت من مبادره كوني سحر كوني الاقوى الاعلاميه المتميزه اسماء انديل على المجهودات المتميزه الخاصه بانجاح الفعاليات والانشطه. فاسمحوا لي اقول لها الف مبروك اسماء انديل، بتشرفنا دايما في يعني ان انا يعني انا كنت منتظراها في المهرجان بطلات قد الحياه، بس كان عندنا ظروف في 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 سينا. اتفضلي اسمحي لي دي اقل شيء خالص اقدمه لك. قد ايه بتدعمينا؟ ميرسي ميرسي ليكي خالص. بشكركم بجد شكرا، يعني دي من احلى تكريمات حياتي. اسماء كانت معاكم في المبادره ونزلت وتابعت الانشطه. اسماء طول الوقت ان هي داعمه لبطلات السرطان. يمكن اتكلمنا المره اللي فاتت في حاجات كتيره جدا، فطبعا هي اعمالها متميزه للجانب ده بجد.
واتمنى انه يبقى الناس تبص لمرضى السرطان منظور تاني مختلف تماما، لانه ده هيساعدهم على الشفاء وفي نفس الوقت ده بيدعمهم نفسيا كتير جدا. وبشكر كل اللي بيتبرعوا لينا بجد بجد، عندنا بس عندنا الجزء المراه برضو اكتر حد بيتبرع لينا المبادره، مش عارفه ليه. لا بس اهم حاجه التبرع، مش تبرع بس مادي وصدقه زي ما قالت استاذه سحر، تبرع بدعم مشروع من مشاريع بطلات قهر السرطان. هم بطلات على فكره، هم لازم نقول ليسوا مريضات او لسنا مريضات، هم بطلات. فكل التحيه ليهم، كل التحيه لحضرتك، دايما بتدينا طاقه ايجابيه. نورتينا بجد استاذه سحر، بشكرك شكرا جزيلا على المهجه دي اللي بحييكي عليها، التكريم، وبحييكي على الطاقه الايجابيه. الله يخليك. انا كمان بشكر قناه اون تي في صباح اول بصراحه، يعني دايما داعمين لينا دايما طول الوقت، وبكاميراتهم بتنزل في احتفالياتنا. بشكركم. استاذه سحر يسعد صباحكم، بشاير الخير والتكريم يا رب. صباحكم كده كله خير وسعاده وامل، اشوفكم على خير بكره.